هنا في كتاب في بحث فضائل الصحابة، الرواية على حسب هذا الترقيم 6307. ألا وإني تارك فيكم ثقلين، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وفي الرواية: فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. هذا بعد مو شيعي قاعد يقوله، هذا صحيح مسلم قاعد يقوله. الرواية رقم 6307 من كتاب فضائل الصحابة. بالي يقول: فقلنا من أهل بيته؟ من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. لا، المرأة أجنبية أجنبية وارتبطت بالإنسان بارتباط سببي وليس نسبي، ثم يطلقها تنفصل. القريب ما يمكن أن ينفصل، ابن عمك ابن عمك مهما صنعت، ابنك ابنك مهما صنعت، لكن الزوجة امرأة أجنبية، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين، استشهاد آخر، حرموا الصدقة بعده. في رواية أخرى: هل نساؤه حرمنا الصدقة؟ الجواب لا، أيضا في صحيح مسلم موجودة هذه الرواية. فبناء على هذا الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في هاي الدائرة، في الظرفية. خارج الدائرة لا، لا نساء النبي لا أصحاب النبي، المطلوب أجر للرسالة هو المودة في القربة. هذا النفي، لكن الإثبات: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. في داخل هذه الدائرة هناك ناس يجب أن تودهم، مو كل قريب، ولا أبو لهب قريب، أبو جهل أيضا قريب. مثل ما أنت فد مرة تقول: محبتي لقبيلتي، يعني القبيلة صار لها الموضوعية. لا لا، مو محبتنا لقرباء الرسول، بما هم قرباء الرسول، يعني بهذا اللحاظ بما هو هو، مع قطع النظر عما اتصفوا به من قيم ومبادئ ومثل عليا. تقول محبتي لعشيرتي، هذا الجهل. أما تقول مودتي في عشيرتي، يعني هناك أناس في عشيرتي أودهم وأحبهم، هذا صحيح. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: المودة في القربة. زين، نسأل الله، المودة اللي هي في داخل دائرة القربة، ذول الناس منهم؟ في آية ثانية يجاوبنا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وأهل البيت، إذن أهل البيت من داخل دائرة القربة، ذول الذين طلب الله سبحانه وتعالى مودتهم كأجر للرسالة. أهل البيت من القربة وهم في القربة، ذول هم المقصودين بهذه الآية القرآنية الشريفة، كما سنوضح أكثر ذلك أيضا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، مو للقربة وإنما في القربة. المودة في القربة، نسأل الله، ما وضحت لنا يا رب في هذه الآية من هم الذين يوجدون في داخل دائرة القربة وأجر الرسالة أن نودهم؟ يقول: هم أهل البيت. من هم أهل البيت؟ موضح في الآية القرآنية الكريمة الأخرى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن هم أهل البيت؟ نجي نسأل صحيح مسلم أيضا، نقول: يا صحيح مسلم ويا بقية الصحاح اللي تنكرون فضائل أهل البيت عليهم السلام، إلا أن الله أبى إلا أن يجري الحق على لسان الذين يكابرون ويعاندون. هنا في أيضا صحيح مسلم حسب الطبع اللي عندي صفحة 1179، والمهم الباب فضائل أهل بيت النبي، هذا عنوان الباب، باب فضائل أهل بيت النبي، رقم 9/55، ورقم الحديث حسب ترقيم 2424، حسب ترقيم آخر 6341 على 61. قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحل، نوع من الكساء، أفرض مثل البطانية مثلا أو ملحفة لكنها كبيرة، وعليه مرط مرحل مثل الرحل لونه، من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله. شوفوا الأدب التصويري أو
التمثيل الخارجي لهذا المعنى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذول الذين طلب الله مودتهم، إلا المودة في القربة مو للقربة. من هم الموجودون في داخل دائرة القربة الذين طلب الله سبحانه وتعالى مودتهم؟ الآية الشريفة الثانية تبين، وعلماء السنة وكتبهم تصرح بأن المقصود بأهل البيت عليهم السلام هم محمد وأهل بيته.